احنا ملناش غير اكل عيشنا، هو اللي بقالنا، الباقي زايل. سلام عليك يا كراكون، بتقول حكم. ولما الباقي زايل مالكش الا اكل عيشك، فايته ليه وداير ورا البت ياها ليل ونهار؟ بت ايه؟ كراكون بتراقبني ولا ايه يا سلطان؟ اوعى تكونوا فاكرين نايم على وداني، انا مولانا. رأي يا سلطان، مالك شدد علينا قوي كده؟ عشان عضمكوا رخرخ ومخكوا ريح لحد ما القلق وصل لغايه عندي والحكومه دهست بيتي. واحنا كان في ايدينا نعمل ايه يعني؟ احنا ما قصرناش معاك في حاجه. لا قصرته يا كراكون، قصرته، والمره عندي ملهاش تاني. انت بتهددنا ولا ايه؟ بفكركوا، بس بفكركوا قبل ما الفلوس تنسيكوا وتملى بطنكوا وترحرحوا. يا سلطان ايه اللي انت بتقوله ده؟ احنا خايفين عليك. مولانا ما بيتخافش عليه يا شحته، مولانا ما بيتخافش عليه. انا في دول بتعمل لي 1000 حساب، مش كلمتين في تحقيق اللي هيهزوني ولا حبه عيال طمعانين فيا. لا، واسمعوها كلمه مني انتوا الاثنين، اللي خاف ما يكملش، واللي مش هيكمل يبقى مش معايا، واللي مش معايا يبقى ضدي، يبقى ضدي. معانا يا رب. انتي؟ وانا برضو اللي اقدر اطلعك. انتي ست مريضة. انا واحدة بتحب جوزها وبتخاف عليه. تقومي تبلغي عني؟ توديني بداهية يا فريدة؟ انت اللي عانيت وصممت تجرحني يا زياد. وما خفكيش اللي عملتي فيها؟ انا اصلا نسيتها وهي ما تلزمنيش في اي حاجة. انا بقى ما نسيتهاش، عارفة ليه؟ عشان دي لقيت عندها الحب، الحب اللي ما عندكيش اي فكرة عنه. ويوم ما قررت تدافع عنه بقيت عاملة زي القطة اللي خنقت عيالها، رميتيني الرمية السودة دي عشان انت مريضة. اعقل يا زياد، ترجع لك حياتك. تهديد ده بقى ولا ايه؟ اعتبرها زي ما تعتبرها، المهم تفكر فيها لو عايز تخرج من هنا. ارجع لبيتك وانسى. انسى بالسهولة دي؟ مش هتبات هنا ليلة واحدة يا زياد، زي ما دخلتك هنا هطلعك. اسمعي يا ماما، انا اسمي زياد الناهي، محدش يعرف يكسرني ابدا، ولو فكرت تكسريني يا فريدة هقتلك احسن. مش لما تبقى تخرج من هنا الاول؟ هخرج. مش هتقدر. هقدر. التهمة لابساك لابساك، واقدر البسها لك اكتر. زي ما ليكي سكك وسخة دخلتيني بيها هنا، انا ليا سكك اوسخ اقدر اخرج بيها. طوعني يا زياد، انا لسه باقي عليك. انت مالكيش عندي غير حاجة واحدة بس، انت طالع يا فريدة.